السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، احنا واصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية، وذلك من خلال الشابتر السادس اللي هو عنوانه الفريكشن. طيب، اليوم حنحل المسألة رقم 2. المسألة هذه بتقول انه البلوك A اللي هو 20 كيلو والبلوك B اللي هو 30 كيلو، يعني فيهم قوة الشد اللي هي حبل الكيبل AB، الكيبل اللي هو هذا. عاوزين قيمة الزاوية اللي هي الحناء علشان يكون يعني الشد حركة، يعني يكون الزاوية مينيموم بتاعها على كان يعني الجسم يكون بالانتبنشن، يعني بيكون على وشك الحركة. أول شيء، بما أنه على وشك الحركة يعني الفريكشن القوة حتكون ميو اس في الآن. ما ننسى أنه قيمة الفريكشن اللي هي ميو اس تساوي 0.15، يعني هنستعمل القانون بتاعة الفريكشن. لازم نجيب الفري بودي بتاعة البلوك A. لو ناخذ البلوك، نشتغل على البلوك A، البلوك هذا بيكون يعني الحين هو هذا. هناخذ المحور هذا هو المحور X، والمحور هذا اللي هو محور واي. طيب، القوة الموجودة اللي هي قوة الشد اللي هي التنشن تي هذه في الدبليو، والنورمال اللي هي النورمال ان وان، وفي قوة الفريكشن اللي هي اف وان. يعني هنا حتكون نورمال ان وان، وهنا الفريكشن اف وان، وهذه الدبليو يعني قوة الدبليو، لكن الدبليو حتكون عمودية. هذه الدبليو وان، هذه W، وهذه هي النورمال اللي هي المحور Y. يعني الزاوية حتكون نفسها الزاوية هذه تيتا، هي نفسها الزاوية هذه تيتا، اللي هي زاوية الانحناء اللي هي الزاوية هذه تيتا. أوكي؟ طيب، هنستعمل قانون بتاع سيجما FY يساوي صفر، يعني القوة الموجودة على المحور Y فيه نورمال N1، هي موجودة على المحور Y، يعني هتكون كم؟ هتكون ماينس W كوساين تيتا، هتكون يعني تساوي صفر. يعني النورمال N1 هتكون تساوي W اللي هي الماس اللي هي 20 كيلو، 9.81 كوساين تيتا. يعني ال N1 هتكون قيمتها، يعني قيمتها 196.2 كوساين تيتا. هذه نورمال انوان. لو ناخذ سيجما اف اكس يساوي صفر، القوة الموجودة على المحور اكس اللي هي يعني قوة الشد اللي هي التنشن دي، هتكون يعني الدي اللي هي يعني بالماينس. هناخذ شو اسمه القوة الثانية اللي هي يعني الفريكشن اللي هي الفريكشن اللي هي تكون مع بلس اف وان، والقوة الثالثة اللي هي الكومبوننت بتاعت هذه بتكون يعني بلس يعني الدبليو وان في الساين تيتا يساوي صفر. لما بنعوضها T بتكون تساوي W1 في ناقص ساين تيتا، يعني تساوي تقريبا 196.2 ساين تيتا بلس F ال F1 اللي هي N1 ميو 1 اللي هي تساوي 0.15 في النورمال اللي هي نفسها W1 اللي هي 196.2 كوساين تيتا. هذه لأن هي نفسها تساوي W1 اللي هي النورمال 1. أوكي، لأن F1 تساوي الميو F1، هي المعادلة رقم 1. يعني T تساوي 196 بلس في الساين تيتا بلس 0.15 196 الكوساين تيتا. يعني هذه هي المعادلة رقم 1. نمر للمعادلة رقم 2. بالنسبة للمعادلة رقم 2 هنشتغل على البلوك بوك بي. البلوك بي
قلناها الرسمة بتاعت الفري بودي دياجرام، هنلاحظ أن قوة الشد هذه هي تي، قوة الدبليو دبليو تو طبعا هذه هي النورمال، هذه هي الواي، وهذه المحور اكس، وهذا المحور واي، طبعا هذه هي زاوية تيتا. هنلاحظ أنه في نورمال ان تو، وفي الفريكشن هي الاف الاف تو، وما ننسى النورمال متاعت الان وان، وفي الفريكشن دي عكس الحركة اللي هي الاف الاف وان. يعني لو ناخذ سيجما اف واي يساوي صفر، بتكون النورمال ان تو اللي هي بلاس، ناقص طبعا النورمال ناقص الكوساين تيتا في الدبليو تو، دبليو تو اللي هي الماس في الجي، يعني حتكون 30 في 9.8 واحد في كوساين تيتا ماينس لأنها عكس المحور واي، نفس الشيء يعني ناقص الان الان واحد يساوي صفر. يعني الان بنعوضها الان تو نحسب هذه تصبح 294.3 كوساين تيتا ناقص الان وان اللي هي الان وان تساوي 196.2 كوساين تيتا. هذه هي الان وان 196.2 كوساين تيتا، يعني النتيجة النهائية تساوي 490.5 كوساين تيتا. هذه هي الان 2. بالنسبة للاف 2 تساوي الميو 2 الميو اس في الان 2، يعني حتكون 0.15 في 490.5 اللي هي الان 2 في كوساين تيتا. الحين لو ناخذ سيجما اف اكس، سيجما اف اكس يساوي صفر، يعني القوة الموجودة على المحور اكس اللي هي عندك ماينس تي فيه بلاس دبليو تو اللي هي الماس في الجي، يعني اللي هي 294.3 في الساين تيتا لكن بتكون بالبلاس، ناقص ميو اس في النورمال وان، ميو اس في النورمال وان اللي هي مثل الاف وان، وناقص الميو اس الميو اس في ال عفوا ناقص الميو ميو اس في النورمال 2 لانها يعني بتكون هي الاف الاف 2. طيب هذه كلها تساوي صفر بما انها الحركة حتكون يعني الفريكشن حتكون من الناحية هذه. طيب هنجيب نعوضها الحين، هنجيب التي، التي بتكون 294.3 ساين تيتا ناقص 0.15 في الان 1 اللي هي 196.2 كوساين تيتا ناقص 0.15 في 490.5 في كوساين تيتا. هذه كلها يساوي عفوا هذه كلها تساوي التي، يعني هذه المعادلة رقم 2، هذه المعادلة رقم 2. لو نعوض المعادلة رقم 1 في المعادلة رقم 2 نتحصل على المعادلة التالية اللي هي 13.5 كوساين تيتا تساوي 10 ساين تيتا، يعني التانث بتاعت التيتا يساوي 13.5 على 10. يعني على طول التيتا نقدر نجيبها اللي هي التانث ماينس وان بتاع 13.5 على 10 تساوي 53.5 درجة. هذه هي الزاوية بتاعت التيتا اللي هي لازم تكون علشان يكون يعني على وشك الحركة. طيب هذا هو الحل بتاع البروبلم 2، نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله في محاضرة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.